معكم عبد الواحد اوماست من مدينه بيوغرا، كندير الترويض الطبي. واليوم ان شاء الله جينا لهنايا لدار المسنين اللي كاينه في المزار. جينا تطوعا، درنا هنايا ما يقارب دوزنا تقريبا ما يقارب واحد 50 واحد، عملنا لهم لاطونسيون مساعده مع ديزانفيرميغ، عملنا لهم السكري، وكاينين بعض الناس اللي درنا لهم الترويض هنايا وحركناهم شويه. واللي ما كانش كيتمشى حاولنا ندير موبيليزاسيون، داكشي اللي غادي نحاولوا نخليهم باش يكونوا شويه فرحانين ونشطين، وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله. المشاركه كاول مشاركه الحمد لله، ومن ان شاء الله نعطيو العطاء من هذا القدام، وفيما كاين شي حاجه مرحبا. سكينة بدرش متطوعة ومستشارة في مبادرة قافلتي. المهم مبادرة قافلتي نظمت هذا الإفطار في دار المسنين بأيش من لول. الحمد لله كل شيء غادي على ما يرام. تقسمنا اللجان، درنا لجنة المطبخ، لجنة التغذية، لجنة النزلاء، أنا من لجنة النزلاء، لجنة الضيوف، باش هكا تسهل علينا الخدمة. والحمد لله درنا بزاف ديال الأنشطة، منهم أنهم درنا لهم قياس سكري، الترويض الطبي، ودابا كنديرو لهم ورشة ديال الحناء، وكلشي غادي على ما يرام. إن شاء الله كاينين ديزاكتيفيتي من بعد الإفطار إن شاء الله. السلام عليكم، تحياتي الجمعويه. معكم عبد الله اصبر، متطوع وعضو مبادره قافلتي، نائب امين المل لجمعيه قافلتي، ومشرف على النشاط. اليوم كنتواجدوا في دار التكافل البيئي تملول للمسنين، واليوم كنتواجدوا هنايا على اساس تنظيم افطار خيري وتزهيري لهاد الناس. وكاين مجموعه ديال الورشات، ورشه الحنة، ورشه الحلاقه، ورشه طبيه، ورشه لدى السكري. واليوم الحمد لله النشاط على ما يرام، وتحياتي، شكرا، بارك الله عليكم ومرحبا بكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي،
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.